مش هتكلم على لعيب واحد، لان الحقيقه امبارح كل اللعيبه رجاله. كل اللي احنا شفناه امبارح من اي لاعب في المباراه، ال 11 لعيب او حتى اللي على دكه البدلاء او حتى الجهاز الفني، شفنا روح خلاص. هي دي روح مصر، هي دي الروح اللي فعلا بتاعه البطوله، اللي طالع بتقول اه منتخب مصر ان شاء الله يكون من نصيبه البطوله والتامنه تكون من نصيبنا. امبارح مرهان واحنا قاعدين بنتفرج، تحس ان انت فعلا رجعت الروح تاني، رجعت اللي هو انت واحد. انا صرخت صريخ. لا والله العظيم انا بجد رجعت كده عيله صغيره، وافتكرت ازاي وانا بتفرج على ماتشات مصر وطول الوقت الحماس اللي هو مفرط، وابن اختي الصغير كل شويه يصرخ وهو يعيط ومش فاهم احنا بنعمل كده ليه. لا يعني كانت حاله استثنائيه، حسينا كل واحد ازاي لما بنتكلم ولما بنبقى بنقول بس احنا عايزين كده، بس الافضل كذا، كل ده علشان قد ايه ان فعلا كرة القدم هي هنفضل نعيد ونزيد في الجملة ترمومتر سعادة الشعب المصري. الكرة هي اللي بتفرحه سواء أندية أو منتخب، بس حقيقي فرحة إنجاز المنتخب بتكون طعمها أحلى بكتير، بيكون عليها إجماع، بيكون بالفعل كل مواطن مصري حقيقي مبسوط وسعيد. أنا بتكلم إنه يعني مشوارنا في البطولة سواء من دور المجموعات ما كانش أفضل حال، دور الستاشر وإحنا عندنا منتخب كوت ديفوار مش اسلك سكه، يعني لما بنقارن مثلا مع منتخب السنغال اللي هو ممكن يكون وصل زينا المربع الذهبي بس سكته كانت سهله، انا بقى بفضل الطريق ده، الطريق الصعب بيخلي المكسب طعمه احلى، وده اللي حصل معانا. كوت ديفوار بوابه صعبه جدا لدور الثمانيه، منتخب المغربي منتخب عربي شقيق وبنقول له هارد لك، منتخب صعب جدا ان انت تكون بتتاهل من خلاله الى المربع الذهبي، كسبنا ثقه كبيره جدا بالفوز على المنتخبين دول. طبعا وده يقول ان منتخب مصر يا مرهان الاداء بيزيد بشكل تصاعدي، يعني بتتكلم في دور المجموعات زي ما انت قلت ما كناش افضل حال، ولكن بعد كده ابتدى الاداء يزيد بشكل تصاعدي. كوت ديفوار غير المغرب غير ان شاء الله المباراه الجايه امام الكاميرون باذن الله يكون بنفس الروح بنفس الاداء بنفس الشكل. لو هتيجي تتكلم عن الماتش امبارح مرهان، بدايه من حراسه المرمى، اصابه الشناوي، بعد كده نزول ابو جبل، بعد كده اصابه ابو جبل ونزول محمد صبحي، ثلاث حراس مرمى. خلي بالك ان الظروف اكيد، يعني لو انت ما عندكش الثلاث حراس مرمى او الاربع حراس مرمى على مستوى كبير ومستوى عالي زي ما احنا شايفين، انت هتبقى في مشكله، لان دي ظروف صعبه بتواجهك باصابه محمد الشناوي وبعد كده اصابه ابو جبل. ولكن ده يقول برضو ان انت عندك حراس مرمى الاربعه كويسين، حتى جاد لسه ما شاركش او يمكن لسه ما ظهرش، ولكن حارس مرمى برضو كبير، وفي شغل من كابتن عصام الحضري مع حراس المرمى، وحتى لو ما كانش شغل فني بشكل كبير جدا عشان الفتره مش طويله، ولكن هو نقل لهم روح اللي هي بتاعت الحضري. هي دي اكتر من كده، هي دي اللي موجوده. الشناوي بيتصاب، ابو جبل بينزل بيقف، بتلاقي روح ما بينهم هما الاثنين. امبارح ابو جبل وهو بيدعم محمد صبحي قبل كل دي، الروح بتاعه عصام الحضري ده شغل نفسي كبير جدا. فامبارح شفنا الحقيقي حاجات كتيره جدا تخلينا كلنا فخورين بمنتخبنا. يعني بصراحة احنا بننقل لحضراتكم بعض الصور والمشاهد على مدار 120 دقيقة تابعناها في مباراة امبارح مع منتخب المغرب، كلها حالة استثنائية. من انا كنت شايفه ان بدايه المباراه هي ممكن تكون اسوأ سيناريو يلحق بينا، ان انت يكون بيتحسب عليك ضربه جزاء، هي صحيحه ممكن تكون الحاجه الصحيحه الواحده للحكم الحكم حسبها، بس هي ضربه جزاء صحيحه جايه في توقيت صعب، ممكن تكون بتحبط كده امال اللعيبه والجمهور المتواجد في اول خمس دقائق، بيدخل فيك هدف. كمان السيناريو مش احسن حاجه لان انت ما قدرتش تتعادل في الشوط الاول، فبالتالي خروجك بعد 45 دقيقة من أحداث المباراة وانت مش قادر تكون بتتعادل، واللقاء ما زال فيه ندية، يعني انت بتقرب وهم كمان يعني برضو ليهم حظوظ سواء يعززوا او احنا نتعادل، فلسه المباراة في الملعب، فبالتالي كل السيناريوهات اللي كانت حاصلة حتى من إصابة أحمد حجازي في بداية المباراة، أكتر من حاجة أكتر من عامل ممكن يكون محبط بعض الشيء، وبيقول إن السيناريو مش أسهل حاجة علشان منتخبنا الوطني. وهنا بتكمن هوية البطل أو هوية المنتخب الوطني زي ما احنا بنقول، ان الطريق يكون صعب، ان هو ما يكونش ألذ حاجة، ان السيناريوهات كلها تكون ضدك وفعلا تقدر تتأهل وتقدر تفوز، وكنت كمان تقدر تفوز بسكور أكبر من كده. فألف مبروك للمصريين وألف مبروك لمنتخبنا الكبير اللي احنا هنفضل
في ظهره، والصورة دي بألف معنى. الصورة دي من أحلى الصور أنا من وجهة نظري، لحد بقى ما البطولة تنتهي نشوف إيه اللي هيحصل تاني. ولكن صورة محمود حسن تريزيجيه وهو بيمسح كده وبيلمع جزمة محمد صلاح الحذاء الذهبي اللي هو إدى أحلى باس لمحمود حسن تريزيجيه اللي سجل من خلاله هدف، وأقدر أقول إن الهدف ده ممكن هو اللي يكون بيعيد محمود حسن تريزيجيه مرة تانية المستوى اللي هو كان بيفتقد، بس اللقطة بتاعة الجون علشان يرجع تاني. الفينش بس. وكنا دايما بنتكلم مريهان تريزيجيه على طول كان في كده جمله شهيره، بص على الجون وانت بتشوط امبارح. تريزيجيه هو باصص للجون وعارف ان، ويا رب يكون دي رجوع مره ثانيه تريزيجيه، لان تريزيجيه واحد من اللعيبه المهمين جدا في منتخب مصر. والحقيقه انا مش طالع النهارده اتكلم على اللعيب بعينه، لان انا لو اتكلمت على اللعيب من اول ابو جبل ومحمد صبحي والشناوي لحد يعني مصطفى محمد وكل اللعيبه امبارح كلهم كانوا رجاله، وامبارح كلهم عملوا اللي عليهم وزياده. وعايز اتكلم عن دور مهم جدا، وهنا اتكلم عن محمد صلاح، افضل لاعب في العالم وافضل لاعب، يعني مش انا اللي بقول او مش انا اللي طالع بقيم محمد صلاح، ولكن دور محمد صلاح امبارح بيظهر مع منتخب مصر. الناس اللي كانت بتطلع تتكلم في فكره امرهان، اصل محمد صلاح في ليفربول مش زي مع منتخب مصر، اصل هو بيلعب هنا بالشوكه والسكينه في مع منتخب مصر، ولكن مع ليفربول بيلعب بشكل تاني. امبارح محمد صلاح تحس ان هو متمرمط في الملعب بجد، يعني هو الراجل بيعمل كل حاجه في الملعب وخارج الملعب، وبيقود المنتخب وبيتكلم مع اللعيبه في جلسات قبل المباراه وبعد المباراه. دور عظيم وبعد الحقيقي. وبعد البنالتي شفت كان ليه الصوره بتاعت ان هو بيشجع مره ثانيه اللعيبه نفس بتاعت كونغو بالظبط، نفس الفكره. لا ده ما شاء الله علينا قوه الملاحظه، ما شاء الله احنا من اللي مع بعض في الكلام بالظبط. لا محمد صلاح في حته تانية، واللي مش عايز يكون بيصدق ده او طول الوقت عايز ينتقد وخلاص من باب النقد، فدي مشكله شخصيه ما نقدرش احنا نعممها. محمد صلاح في حته تانية، محمد صلاح في حته تانية، شخصيه تانية، عقليه مختلفه، احنا محظوظين بيه. والمنتخب ده ان شاء الله يكون هو كمان قادر يدي محمد صلاح شويه حظ ويوصله للهدف اللي هو بيحلم بيه. هو يستحق ان هو يكون بيحصد بطوله امم افريقيا مع منتخبنا الوطني، يستحق ان هو يكون بيوصل لكاس العالم مع منتخب مصر باذن الله. نقدر نحقق الهدف دوت في شهر مارس. بنتكلم على اهداف كتيره جدا محمد صلاح يستحق ان هو يكون بيحققها، لان لما ده هيكون بيحصل اكيد هيكون بيأثر على الجوائز الفرديه اللي هو بياخدها على المستوى العالمي. محمد صلاح امبارح على كل يعني الاصعده هو يستحق ان هو يكون مان اوف ذا ماتش، صنع هدف وسجل هدف تاني، وروحه وكابتنته وشاره الكابتن اللي ممكن كان فيه عليها بعض الجدل، هو صغير، هو فيه اقدم منه في المنتخب بغض النظر، ولكن هو هويته هويه كابتن كبير قادر ان هو يكون بيهندل الفريق كله في الوقت الصعب قبل الوقت الكويس، ودي من اكتر الحاجات وسمات الكابتن اللي بيكون موجود داخل الملعب مع بقيه التيم. ارقام امبارح مريهان لمحمد صلاح يعني يعتبر طبعا يعني من افضل المباريات اللي شفناها ليه مع منتخبنا الوطني، وباينه جدا الروح اللي انت بتتكلم فيها. راجل نفسه يكون بيحصل على جايزه، وده مش هيجي غير من خلال منتخب بلده اللي هو نفسه يحصل معاهم على لقب. فان شاء الله ان شاء الله يكون كاس الامم الافريقيه من نصيب منتخب مصر عشان تكون دفعه لمحمد صلاح. امبارح بيحصل على افضل لاعب زي ما مريهان كان بتقول، بيأسست وبيسجل. امبارح شفنا سجل هدف وصنع هدف لتريزيجيه، وصنع اربع فرص و36 تمريره صحيحه. امبارح ارقام محمد صلاح بتقول ان هو موجود ال 120 دقيقه من ساعة ما ابتدى اللقاء لحد نهاية اللقاء بنفس الوتيرة، ماشي بنفس البدني ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يحفظه يعني بدنيا كويس جدا. فمحمد صلاح لعيب محظوظين زي ما مريهان قالت، ان هو بيلعب في منتخبنا، ان هو مصري، ان هو مشرفنا، ان دايما كل الفرق او كل المنتخبات اللي بتقابل منتخب مصر بتكون عاملة حساب لمحمد صلاح. ودلوقتي مش هقول ان هي عامله حساب لمحمد صلاح بس، هي عامله حساب لمنتخب مصر بالكامل باللعيبه اللي شفناها، عبد المنعم، بحجازي، بفتوح، اللعيب اللي يمكن امرهان يعني من افضل اللعيبه في كاس الامم الافريقيه، من افضل الباك لفس موجوده في البطوله اكيد طبعا يعني.